أرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ سليم حكيمي الكاتب والصحفي من تونس. سيد حكيمي مساء الخير. نبدأ إذن بهذا الخبر: قوات أمنية تقتحم منزل النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري ومنازل عدد من أقاربه في محاولة لاعتقاله. هل هذه وهذا الإجراء الحقيقة يأتي بعدما حصل أيضا مع قناة الجزيرة؟ هل هناك مخاوف الآن جدية من أن الرئيس ربما بدأ حملة تصفية الحساب مع بعض خصومه كما يقول البعض؟ نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين ولقناة الحوار المؤخرة، شكرا على الدعوة. أهلا بك. نعم، كما ذكرتم في تقريركم هذا وقع، وكانت هذه هي الغاية من رفع الحصانة عن النواب، هو البداية بالنواب الخصوم الرئيس الأصليين. استحلت الحكومة بين السيد راشد الخياري وبين رئيس الجمهورية، وصارت فيه اتهامات عالمية، وتم هذا الاعتقال. في حين أنا أريد أن أبين ما وقع، أنه لا دستورية ما وقع للسادة المشاهدين لو سمحت. العملية بدأت، نبدأ بالترتيب، العملية بدأت بتصور الخطر الداهم وإعفاء رئيس وفصل 80. نوضح للرأي العام أن فصل 80 لا حق فيه للرئيس لتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة، ولا حق فيه للرئيس أن يعلق مجلس النواب أو أن يحله، وأن يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة التدابير التي اتخذها. لا حق للرئيس في رفع الحصانة التي تنظمها أحكام الفصلين 68 و69 من الدستور. لا حق للرئيس هذا كله في رأس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة يرأسها هو كما ينص الفصل 80. لا حق للرئيس أن يترأس النيابة العمومية، لأن هذا فيه تناقض مع مبدأ التفريق بين السلطات، وهذه السلطة ضمانة المكفولة، بينما الفصل بين السلطات مكفول بالدستور. ولذلك خسر الرئيس في 24 أو 48 ساعة فقط يعني المكون شريفة الأساسي هي النيابة العمومية التي تهندس هذا مشروعه. قال أنا عندي النيابة، أنا عندي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن النيابة العمومية توجهت إليه وذهبت إلى القصر تعلمه بأنه لا سلطان للرئيس على النيابة العمومية، وبالتالي خسر أهم أداة هي في معاقبة خصومه، وهو القضاء، لأن القضاء هو الأداة التي ضاربة التي استعملها مثلا بن علي وكل الديكتاتوريات في تصفية الخصوم. يعني الرئيس الآن بصراحة بصريح العبارة سيد حكيمي، الرئيس نعم. أسفر عن وجه مختلف تماما باعتقادك؟ يعني لو سيطر على القضاء ربما لا 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 قام بحملات واسعة. هل هذا التخوف وارد وجدي ومعقول؟ نعم، الرئيس الجمهورية برنامجه ليس هينا، يعني هو كان برنامج انقلاب، ولكن انقلاب على مراحل. ما أراده الرئيس قيس سعيد هو انقلاب على مراحل، ليس على طريقة النظام المصري أن يتحرك العسكر مباشرة، لأن العسكر في تونس يرفض هذه الثقافة ويرفض هذا السلوك. لا توجد له سابقة لا ثقافية ولا تنظيرية ولا عملية في ذلك. الجيش حمى الثورة، والجيش هو عون للتونسيين، والموظفون السامون في الجيش أو الجنود عندما يتحركون في الشارع التونسي أكثر الموظفين احتراما من قبل الناس وللناس. ولذلك هو يريد أن يطوع، وبدأ بعملية إدخال الجيش رويدا رويدا وعسكرة البلاد رويدا رويدا في هذا الأمر. تداولت بعض المواقع في هذا الإطار، أنت نعم. أشرت إلى أن الرئيس لا يملك خلفية ومش خبير انقلابات إن صح القول. هناك مواقع تداولت وجود قوات مصرية في قصر قرطاج، لكن الحقيقة لم تؤكد من أي جهة. هل وصلتكم مثل هذه الإشاعات؟ نعم، هو راجت هذه الإشاعات هذه على الفيسبوك. لا يوجد ما يدل على وجودها، ولا يوجد ما يدل على نفيها، ولكن الله لم يره أحد. ولكن الذي رأيناه هو أن الرئيس قيس سعيد توجه إلى مصر، وحين توجه إلى مصر قال أنا على خطى النظام المصري،
في كل ما يقوله، وكان ونظمت له مصر احتفالا كبيرا أشعرته فيه بأنه زعيم كبير. وتعرفون النظام المصري في العادة لا يحترم النظام التونسي ويستصغر الأنظمة هذه الدول الصغيرة، يعتبر مصر أنه هي قلب النظام العربي. وأوهموه أن رأيه سيكون حاسما في قضية أثيوبيا وقضية النيل، على أساس أن تونس دولة عظمى وعظمتها متأتية من وجود رئيس قيس سعيد، وكان بذلك محاولة لجلب تونس إلى هذا المحور الإماراتي المصري السعودي في مقاومة الربيع العربي. وهذا هو ما وقع. فبعد مدة يعني تقريبا رئيس قيس سعيد لما عاد بهذه الثقافة والقدرة على التحرك والقدرة على الفعل. نعم. على ذكر ما أشرت إليه بأن الدستور لا يعطيه حق يعني حقوق كثيرة مما استخدمها مساء الأحد، لدي هنا خبر عاجل نقلا عن رئيس البرلمان التركي، يقول لا يمكن تعليق الدستور في تونس ورئيس البلاد غير مخول بعزل رئيس الحكومة. إذا كان بالفعل الدستور التونسي لا يعطي رئيس الجمهورية حق عزل رئيس الحكومة، لماذا يقبل رئيس الحكومة إذن أن يعزل؟ رئيس الحكومة شخصية ضعيفة منذ البداية، سيد المشيشي تبين ضعفه منذ البداية، شخصية تكنوقراط، والمنصب الذي وصل إليه أضعاف 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 أحلامه بكثير. هو ليس من حزب سياسي وليس وراءه حزام سياسي، ووجد نفسه في العراء. هنالك تهديدات، يقال أنه وقع تهديده ولكن هذا غير ثابت، لكن هذا ما يعنينا. وأيضا الموجة عاتية، الموجة الشعبية الحقيقة لها ما يبررها في يعني الشباب الذي تحرك والناس الذين احتجوا. لابد أن نتفاهم، هنالك مسوغات لاحتجاجهم، ولكن علينا أن نفكك هذا الاحتجاج لو سمحت. كيف وقع ولماذا وقع؟ الرئيس قيس سعيد يعني يتحدث على أن الأوضاع صارت لا تحتمل في تونس. السؤال الذي لن نسأله كيف أصبحت هذه الأوضاع لا تحتمل في تونس؟ كانت في ظل رئاسته هو رئيس، وهي تحولت كما يقول طبعا بعض التعليقات على صفحات التواصل. عندما يتحدث هو عن فشل هذه الحكومات عليه أن يعترف بفشله هو نفسه، لأن الحكومات هو الذي عينها، وهذا ما غاب عن الناس. السؤال الثاني الذي يجب أن نسأله، كيف لرئيس في صدر آراء قبل 30 يوم فقط يعني يفقد 30 نقطة في أدائه الرئاسي، في أدائه في صبر أراه حتى من الزربوني نفسه، حتى من ثم يتحول بين عشية وضحاها إلى رئيس شعبي وهو مطلب الجماهير. هنا لابد أن نفرق بين شيئين، نفرق بين أن رئيس الجمهورية هو الذي ساهم في الفوضى في تونس، ساهم فيها مساهمة فعالة وترك الأمور تتعفن. يعني هنالك تنظيم وتدبير وقع، ترك الأمور تتعفن، تركها تتعفن في البرلمان بالتفرج على عبير موسى التي أحدثت هي الفوضى في البرلمان، وصار الناس يشتمون كل البرلمان ولا يحددون من المتسبب في الفوضى. وكان بإمكانه، وأنا كتبته ونصحته ورجوته، قلت له يا سيد الرئيس أنت لا تترك الفوضى في البرلمان، هذه تسيء إليك، حرك الأمن الرئاسي حتى يحترم كل نائب دوره، هو يمكن للحرس الرئاسي أن يخرج رساله. تمت له مراسلة من البرلمان بالأمن الرئاسي ولكنه لم يستجب، والأمن الرئاسي لم ينصاع لرئيس البرلمان لأنه يقول أنا أحترم المؤسسة. يعني رئيس البرلمان طلب من الرئيس أن يتدخل في موضوع عبير موسي لكن الرئاسة رفضت. نعم، هذا معلوم وهذا موثق والمراسلات موجودة. إذن برأيك هذه حجة ضد الرئيس؟ طبعا هذه حجة ضد الرئيس، يعني الأمن الرئاسي يتبع هذا الرئيس، ثم فيما بعد الرئاسة صارت تحمي العبير موسي داخل البرلمان، وثم لما وقع هنالك التهاجم داخل البرلمان نقابة الأمن الرئاسي وتدخل وأنها صارت لا تحمي عبير داخل البرلمان ولكن تحميها خارج أسوار البرلمان، لأن الأمن الرئاسي الحقيقة صار يتلقى إهانات، يعني كما نقول احنا في تونس في جرتها، يعني تبعا لعملها بتلك الطريقة لأنها بالغت. على ذكر هذه النقطة الأولى. خليني أوضح لك أستاذ صالح وبعدين أعود لك. هذا المستوى الأول على البرلمان، المستوى الثاني على الحكومة. رئيس قيس سعيد يريد أن يحكم،
ليس يريد ان يحكم ليس فقط كرئيس جمهوريه ولكن كرئيس جمهوريه بصلاحيات نظام رئاسي. من هنا اندلعت هذه المشكله الذاتيه عند كل السياسيين في تونس لهم عقده بورقيبه، يريد هذا الخطاب في الناس، يريد ان يستقبله الناس، ان يامر وينهى. وعندما جاءته الخطا الكبير الذي وقع هو الاتاحه بحكومه الجملي، عندما وقع سقوط حكومه الجملي عادت الكوره دستوريا الى الرئيس فعين الفخفاخ، والفخفاخ اتضح انه له قضيه تضارب مسارح، ثم من بعد الفخفاخ جاء المشيشي. يبدو فقدنا السيد سليم حكيمي، على كل حال الزملاء سيعيدون التواصل معه مباشرة وفورا. هناك إشكالية ربما أحيانا في التواصل مع تونس، بعض وسائل الإعلام الحقيقة اشتكت من ذلك، لا ندري الأسباب، كل شيء وارد على كل حال، إما تشويشا أو ضعفا في التواصل. أبو سياف، أخذ بعض فقط بعض المشاركات عن طريق الواتساب في انتظار الضيف. أبو سياف من السعودية يقول: ما حدث في مصر والسودان وليبيا سابقا وتونس حاليا دليل على فشل الإخوان في الحكم. خلاصة سعودية بامتياز. طيب، لماذا انتخبت الشعوب الإخوان ثم ثارت عليهم بعد تجربتهم؟ هل يحتاج الإخوان لمراجعة فكرية وإعادة النظر في تحالفهم؟ عاد إلينا ضيفنا الأستاذ سليم حكيمي الكاتب والصحفي من تونس. سيد حكيمي، واصل الفكرة التي كنت في بصدد الحديث عنها. نعم، ثم من هنا اندلعت هذه المشكلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وهنا في الحقيقة الذي تعدى على صلاحيات الآخر ليس رئيس الحكومة الذي تعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو الذي تعدى على صلاحيات رئيس الحكومة، واندلعت المشكلة. من هنا بدأت تتعاقد وتكبر هذه كرة الثلج، تكبر بينهما، وصارت مهمة رئيس الجمهورية. يعني لكن المشكلة بعد التصور، يعني بعد تعيين المشيشي بأسبوعين فقط طالب بإقالته، إذا من الذي تسبب في العبث؟ يعني هذا العبث والفوضى الذي يتحدث عنه رئيس الدولة هو البادي بتسبب فيه. طيب، لكن هذه الحقائق التي ذكرتها يعلمها الكثيرون، لكن الشارع الذي انتفض وكأنه يجهلها، يعني وكأن ذاكرته مسحت تماما. ما القصة هنا؟ يعني نريد أن نفهم القصة بوضوح. يعني هنالك فهم ما هو موضوعي وما هو ذاتي. عندما وقعت هذه الأزمة، هنالك في الحقيقة عندما تقع الأزمة السياسية دائما تتسبب في الأزمة الاقتصادية تتسبب في مشاكل سياسية. يعني دعني أفسر لك الأمر. عندما وقع انهيار الرأسمالية سنة 2008 تسبب في موجة عاتية من الشعبوية، صحيح، وبعد تدهور الطبقة الوسطى في أمريكا، ثم ضربت الشعبوية هذه أمريكا، ثم جاء استفتاء البريكسيت، ثم حتى وصلنا إلى ترامب. المشكلة في هؤلاء الشعبويين لا يملكون رؤية لإعادة تأسيس طريقة للتمثيل السياسي. يعني عندما الرئيس يطرح المشكلة ليست له تصور لإعادة التمثيل السياسي، كيف نقع، كيف نعود. هنا وقع اللعب، وقع الذكاء الإعلامي، وقع الذكاء في أنه تأتي صورة جديدة، هي ليس صورة الرجل للدولة والرجل الزعيم، بل الرجل للشعب. من هو الرجل الذي يمكن أن يمثل الشعب؟ هذا تقاطعت مع مصلحة رئيس لا يكترث بالتعددية، وبدأ حصر الصراع في التصور الإعلامي أن المجتمع مقسم إلى أعداء وأصدقاء من جهة، ووقع عملية تفسيد ديمقراطي. هذه الأزمة عندما جاءت أزمة الكوفيد بدأ الشحن الإعلامي، وأمام ارتباك الدولة وأمام ارتباك، فتحدث على أنه هنالك أزمة كبرى ووجب التغيير. هنا هنالك نوعان من الرفض. الرفض الأول هو رفض شعبي منطقي متأثر ينتقد أداء الحكومة برمته، حركة النهضة والتيار وغيرها وحركة الشعب وكل أي واحد موجود في الحكم. وهنالك يتقاطع هذا مع رغبة سياسية محمومة منذ البداية، منذ سنة 2011، في تيارات علمانية وتيارات يسارية وليبرالية لا تريد بالتيار الإسلامي أن يكون موجودا في الحكم، ووجدت هذه الفرصة للتخلص منه وتحميله كل أعباء هذه الأزمة. دعنا نمضي بسرعة سيد حكيمي، لو تكرمت يا ريت إجابات سريعة فيما تبقى من أسئلة. كل الأحزاب تقريبا والمنظمات الوطنية، وهذا وارد في تصريحاتها وتعليقاتها، كلها تقريبا رفضت بصيغ مختلفة بالطبع إجراءات الرئيس واللادستورية كما وصفتها،
وتمسكت جميعها بالمكتسبات والمسار الديمقراطي وحدها، حركة الشعب والحزب الدستوري الحر أيدا إجراءات الرئيس. هل من دلالات، هل من خلاصة يمكن أن نحصل عليها من هذا التأييد؟ هذه الدلالة الأولى تبين أني ما قلته وما صرحته به لوسائل الإعلام بأن هنالك تحالف صامت وضمني ومتفق عليه وغير معلن بين رئيس الدولة وبين عبير موسى. ترك عبير موسى تعفن الأمور، ولما أنهت مهمتها في الفوضى، هي عبير موسى مهمتها هي الفوضى، والرئيس مهمته تنظيم الفوضى يوم 25، واليوم هو يدعو إلى التهدئة بعد أن استفاد من الفوضى. هذا التحالف الأول. التحالف الثاني أنه هذا المشكلة الثانية حركة الشعب، بالمناسبة البارحة على قناة تونسية خاصة تحدثوا على أنهم لم يقفوا يوما مع انقلاب عسكري، في حين أنهم دعموا السيسي، في حين أنهم ذهبوا إلى بشار، في حين أنهم دعموا انقلاب 2000 في انقلاب الدستوري في سوريا حفتر مع حفتر، الآن إلى حد الآن يتأسفون على القذافي. الغريب، أغرب الأمور في هذا الطيار أنه هذا الطيار في التاريخ إن كان له علاقة بالناصرية كان طيارا جلادا ولم يكن ضحية، ولأول مرة في التاريخ أجد ضحية ينقم على جلاد، في حين أنه نحن ما هو الفرق بين قومي وإسلامي؟ ليست هذه المشكلة، نحن مشكلتنا اليوم هي مشكلة في الديمقراطية، من هو ديمقراطي ومن هو استبدالي. جميل. وبما أن الديمقراطية هي تعيد دائما التيار الإسلامي وهو حجر الزاوية، فبالتالي هم يعتبرون أن المعركة التاريخية لم تنتهي وما زال لهم فأر منها، بس أدري من ماذا، في حين أن المعطيات الآن التجارب في الغرب تتحدث عن تجارب أخرى وعن علاقات أخرى. في فرنسا مثلا جاء حزب متجاوزا حزب اليمين الديكوليين، وجاء ومتجاوزا اليسار وصاعد ماكرون. تتغير الأمور، ولكن لا يأخذون من التاريخ إلا هذه الأحقاد. نعم. وفي الحديث النظري يتحدثون عن الكتلة التاريخية ويتحدثون عن الوطن ويتحدثون، يعني الآن المشكلة في تونس لا توجد حقيقة مشتركة، يعني الحقيقة المشتركة الوحيدة عندهم أن هنالك تيار وجب استئصاله أن لا يشارك. أعطاهم بالمناسبة حركة النهضة للسادة المشاهدين، حركة النهضة أداء متعثر جدا، ووقع رفضها السبب الحقيقي للثورة والاحتجاج الكبير الغاضب من الشباب المتفهم، وأنا أتفهمه لأنها يعتبرونها مظلة الفساد، وهي في الحقيقة في فترة البجي قيد السبسي، وهي الفترة الكارثية بشهادة العتمي، كانت حركة متفرجة على الفساد. نعم. حتى لا نغرق كثيرا في تشعبات المشهد التونسي، دعني أختم بسؤال وبإيجاز لو تكرمت، لأنه أخذنا كثيرا من وقت الجمهور. علمنا اليوم بأنه رئيس الحكومة المقال أو المعفى هشام المشيشي اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي وقال له بأنه يعني جاهز لتسليم السلطة لأي شخصية تختارها الرئاسة، وأيضا طرح بأنه مستعد للتوسط بين الرئيس ورئيس البرلمان. هل، لا أدري إذا كان ضيفي ما يزال معنا الأستاذ سليم حكيمي، للأسف يبدو فقدنا ضيفنا، على كل حال نشكره الأستاذ سليم حكيمي الكاتب والصحفي كان معنا من تونس.